الطرح من الوالدين. اول حاجه باش نفكروا بها هو هذو التسجيلات اللي جيتو كديروا راه ما كاين هذيك الفرضيه لا التدقيق لا شي حاجه. كاين كاين حد ديال الطوارئ هي الاولى. ثاني حاجه الله يرجع لك واجد تبع معنا اجي ثاني حاجه دابا الله يحل الوالدين واحد الحق السميه ديال هاد الناس كاملين باش يشوفوا مع المصالح الجماعيه هذا المشكل ديالهم صافي. هاد الناس هادو ما عندوش على كاتلاسيون الباطل هما جوبس كتقريبا انما لك الحق فيما شفتي انما عادي ما كاين لا اخبار ولا ما كاين حتى شي حاجه تم الاخبار السلطات المحليه ولكن مع الاسف السلطات انا ما خبرتوش لا ما خبرتش انا كسلطه محليه ديال الدوليه انا ما خبرتش بهذا الوقت نعم ما تم الاخبار السلطات المحليه على وقفه امام الجسر البلدي والا رجل السلطه اللي توليها اعطيني ما يفيد الناس اللي بليك ما غاديش نعطيك حيت اللي غادي دابا والتجمعات العموميه ولا خاصه راه ممنوعه هذه دابا راه هذه غير من اجل التسكير دونك يلاه الحمد لله باش نضيعوش الوقت لا كاع خذوا الوقت ديالكم حتى الغدا وجيبوا لي انا الملحقه ديال الدوله لائحه اسميه بلا كارت ناسيونال باسميه وكل شيء وجيبوا لي انا باش نشوفوا مع المصالح الجماعيه الحل ديال هذه المشكله بعدا واحد القضيه الله يكون ويدي هذا السيد واش معكم من البعض هذه كتهضر بلا 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 حيت راه كنلقاك في كل وقفه كنلقاك حتى في وقفه تحت يعني واش انت يعني مع من نصحك واش انت في الاقليمي نتاع النقابات الباعه الجائرين مرابش والاقليم لانه راه ديك النهار كان المشكل ديال الهدم ودابا مع مع البعض دونك السيد هذا معكم وانا وانا السيد هذا فيه هاد النزعه هاد النزعه ديال الحق كيتبعوا يعني انا مع خطابات صاحب الجلاله مع اي حاجه حجم الحاجه تطبيق الخطابات يرمي راسو فيها ماشي من اجل الشعب ماشي نجعلوها دائما وراء الرفوف بينما الملك ينتد لا ان الناس اللي استفدت ما تستحقش راسناهم ما كاينش شي جوابات درنا وقفات امام المجلس ما كاينش شي تجمع معنا الحال بانما انا الكاتب هشام الحمامي الكاتب الاقليمي ديال الباعه الجائلين بمراكش والاقليم تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن هذه نقابه يعني هذه الاتهامات انا ما تتهمنيش انا اللي تهمني هو نوصل صوت هاد الناس ونوصل الحقيقة للمسؤول بأنما لما أرى خيانة في الميزانية التي تخرج من جيب المواطن باش يستافد منها المواطن الحقيقي وعلى قطة تلقات الصوت يستافدوا منها الناس اللي هما أغنياء وما محتاجين حتى لا سكن لا تجارة ماشي أنا ما أنا لحقاش هاد الناس كل خطرة ندخل لك الوثائق كل خطرة نعطيك هاد الناس راه مقيدين في اللوائح من 2013 ولائحة 2016 ولائحة 2018 فلهذا هذيك هضرت هذيك هضرة تاعت جيب ليا دير ليا ما انا ما بقى عندي ما ندير بها ما كايناش باقي جيب ليا دير ليا كاين واش واحد الوقت كاع قبلنا انكم فرقتوا السوق ولكن ملي درتوا ليه واحد النظام عجبنا اشنا هو واحد البوند ان اللي ما دخلش للسوق من بعد شهر اوتوماتيكمون ما كاين دير لجنه اوتوماتيكمون تيتسحب ليه القرار دابا تنقولوا يفعلوا هذا البوند راه السوق راه هو خاوي راه 700 واحد بلاصه راه شهرين ونص هذه باش تفرق هذاك السوق واش باش نقول انا يلا انتم راه السلطه الرابعه يلا والسوق شوفوا بعينيكم الا لقيتوا 10 تاع البائع الجائرين في وسط السوق تنتحمل مسؤوليتي انايا الغني تنزيدوه الغنى والفقير تنزيدوه الفقر ما كاينينش حنا وحنا اللي كنا تنجيبو شتيف فاش كان الوباء وباقي الوباء حنا اللي كنا خدامين ما كان خدام معنا حد حنا اللي كنا تناكلوا السيكتور وحنا اللي كنا تنعطيو السيكتور الماكله وتنمشي نحاربوا بصحتنا وبكل شينا هذا الشيء هما اللي عارفوا وفي الاخر نتقساو ما يمكنناش نتقساو ما يمكنناش نتقساو تندخلوا على وليداتنا تندخلوا على وليداتنا احنا تندخلوا الابواب وتا واحد ما بغى يجاوبنا تا واحد ما عطانا يومين
يومين وحنا بالشعب. عاش الملك، عاش الملك. يومين وحنا بالشعب، وحنا حنا جالسين وحنا كنناضروا على حقنا اللي عطانا جلالة الملك نصره الله. الله ينصرو ويخلي لنا، حنا تنطلبوا على حقنا يعطيو لنا ويهضروا معنا ويتجاوبوا معنا. حنا مواطنين مغاربه ونستحقوا، حنا فراش نستحقوا السوق نجلسوا فيه، غنستحقوا. ماشي شي واحد اخر منين ويقول لك بغيت تستحق وما كاينينش. شكرا شكرا. وعش الملك، عش الملك، عش الملك، وعش الاسره العلويه.